وأيضا بينضم لنا عبر خاصية زوم مباشرة من لندن الشيف أبو جوليا. مساء الخير. مساء الخير، أهلا. أنا ماني كتير مضطرة أعرف عنك أبو جوليا لأنه جزء لا يستهان فيه من الناس هن متابعين لإلك، بس كانوا متابعين لإلك من زاوية تانية، من زاوية بطونهم. اليوم صرنا متابعين لإلك أكتر لحتى نعرف شو عم بيصير بفلسطين، لأنه أنت عم بيكون عندك تواصل معهم بشكل دائم، عم تقدر تنقلنا الصورة من هونيك، وأيضا الأهم من هذا كلياته عم بتجرب دلنا كيف نحن بنقدر نساعد. بدي بلش معك من الآخر، بدي بلش معك من فيديو الأنروا اللي هو كان الشغل الشاغل وحديث الناس وشكل قلق عند الكثيرين. حضرتك طلعت وضحت ويمكن صححت المعلومة، حتى عرفنا أنك أنت كنت تشتغل معهم سابقا، إلا أنه على الرغم من كل التوضيح نحن دائما الصورة الغلط بتنتشر أسرع، لما نجي بدنا نصححها بناخد وقت كتير لحتى نقدر نصحح. القلق مازال قائم، حتى في ناس رجعت استرجعت فكرة المساعدات يلي الغزاويين قالوا إنه المساعدات اللي عم توصلنا مش هي المساعدات اللي نحن بحاجة لها، نحن بحاجة لمساعدات من نوع آخر. حضرتك اليوم من خلال وجودك معنا، أنا هأترك المنبر لإلك، كيف ممكن تطمن الناس وتعطينا الطريق الصحيح لحتى نكمل عم نساعد أهل غزة؟ رقم واحد، هي أهم مشكلة الآن إنه توجيه الإعلام العالمي خصوصا بخطاب الرئيس أمريكا بايدن عمل مشكلة كبيرة بتوجيه الإعلام باتجاه المعونات مش باتجاه الأحداث اللي عم بتصير بغزة. وهذا في علم السوسيولوجي، في علم دراسة المجتمعات أثناء الحروب، هذه خطة يعني تعتبر خطة شريرة. لو أنت كيف الناس بدل ما يحكوا عن الحرب واللي عم بيصير صار الحكي كله عن المساعدات، وخصوصا أنه الناس اللي من برا غزة اللي عم يتفرجوا وحاسين بكل مشاعر أهل غزة ومتضامنين معهم وعم بيفكروا كيف ممكن نساعد، أنت بتوجيه الإعلام على المساعدات أعطيتهم مخرج بشكل لا إرادي. صاروا الناس يفكروا أوكي خلص مش لازم أحضر الأخبار الآن لأنه صار فيني أساعد، فرح أساعد وخلص، يعطيني العافية باي، عملت اللي علي. هاي خطة كتير شريرة. فأنا بتمنى من الجميع أنه ما تنسوا غزة، ما تنسوا الأحداث، ما تنسوا التغطية بالأشياء المهمة الآن اللي هو بالقصف والناس اللي بتصير معهم، كل الأشياء اللي بتصير بغزة الآن، وما يصير التوجيه للإعلام بالإعلام للمعونات. هذا رقم واحد. رقم اثنين، يعني كل هالحكي بالإعلام عن موضوع المساعدات وأنه خلص تم فتح المساعدات ومن هالكلام، ولكن على أرض الواقع لما نطلع على أرقام حسب الإحصائيات، غزة في اليوم الطبيعي كان يدخل عليها 600 شاحنة في اليوم الطبيعي، عشان كل حدا يكون على سفرته في أكل في المستشفى، لما يصير معه إصابة يكون في ضمادة وفي بنج وفي كل الأشياء هاي. اليوم الطبيعي بدك 600 شاحنة باليوم. اليوم فرحانين كتير بـ20 شاحنة، ومبارح أو قبل يومين خلوهم 40 شاحنة. هذا كلام مرفوض تماما. وهذا بدل كمان النقطة الأولانية أن هم عملوا ضجة إعلامية عن موضوع المساعدات بس على 20 شاحن، تمام، أنه خلص عملنا علينا يعطيه العافية خلص نروح نروح. كمان شغلة أنه ما في تنسيق وتواصل بين المؤسسات وبين الداعمين بخصوص نوعية المواد اللي بتدخل غزة. دخلوا مع كورونا ودخلوا كورن فليكس ودخلوا تونة. طب الناس محتاجين طحين، لأنه في غزة زي أغلب الشعوب العربية 80% من مكونات السلة الغذائية عند الشعب الفلسطيني في غزة تحتاج للطحين. لما تدخل مع كورونا، كيلو المعكرونة لما يدخل أنت ممكن تدخل فيه مواد غذائية أو قيمة غذائية أكبر بالطحين أو بالعدس أو بالأشياء هاي، أكبر بكتير من المعكرونة. يعني بياخد مساحة وبياخد مساحة وزن بالترك أكبر بكتير من اللازم. الشغلة الثانية أنه بالنسبة للأنروا برضو خلينا أكون واضح شغلة، هنا استغل هذا البرنامج عشان أحكي شغلة كتير ضرورية بدي أحكيها كنت من يومين، أنه أنا في الأساس أنا ضد مبدأ وجود الأنروا. أنا ضد المبدأ تماما. أنا ضد أنه يكون في مؤسسة اسمها مؤسسة وكالة غوث اللاجئين وبتساعد اللاجئين. أنا في الأساس من ناحية الفكر أنا ضد الموضوع. ليه؟ وأنا مع حل الوكالة، لأنه هي اللي بتأكد وجود الاحتلال، هي اللي بتأكد وجود النازحين، هي اللي بتأكد وجود ناس
نازحين من داخل بلادهم من ناحية لناحية تانية، وانت اليوم عم بتوفر لهم كل الخدمات اللي المفروض الحكومة توفرها. على فكرة الوكالة هي المؤسسة الإنسانية الوحيدة في العالم اللي بتعمل عمل الحكومة، وهذا إيش لو بنفكر فيه بنلاقي فيه عمق مش بسيط. الوكالة عندها مدارس، عندها عيادات، عندها خدمات، خدمات محلية، تمام، نفس اللي بتعملها الحكومة. ففعلياً بدون الوكالة الناس ما بتعيش، ففي سبب ليش الوكالة موجودة وليش بيتم الاعتماد عليها. أنا أحكي لك شغل، الوكالة موجودة في غزة من 70 سنة، ثلاث أرباع الشعب عايش من وراها كمعونات، كمدارس، كعيادات طبية. وهذا إشي يعني بخلي واحد يفكر بطريقتين، إنه في الأساس من ناحية مبدأ مش لازم يكون في وكالة، لازم يكون في دولة وفي حكومة وفي ميزانية، وكل دولة حرة بناسها وبصرف عليهم وعاملين السيستم تبعهم كتعليم، كصحة، كمعونات غذائية وكل شيء، تمام؟ فأنتوا فرضتوا علينا الوكالة. هذا جانب. الجانب الثاني أنه كي صارت إشي مفروض علينا، اليوم الوكالة ما بنقدر نستغني عنها. يعني ثلاث أرباع الشعب اليوم في غزة عايشين على الوكالة. الشغلة كمان اللي الناس مش فاهمينها، إنه إدارة الموارد، إدارة المعونات اللي بتوصل الوكالة بتتم من فوق، من برا، من أمريكا ومن الأمم المتحدة، وهدول الناس أنا ما بقدر أتدخل أو ما بقدر أفتي من عندي إنه شو سياساتهم. أنا ما بعرف في السياسة كتير، بس أنا متأكد إنه همهم الأول مش هو الناس، ما بيفكروا باحتياجات الناس بشكل مباشر من جوا غزة. لهم سياساتهم بيتم الضغط عليهم من كذا دولة، متعارف الأمم المتحدة، الدول اللي مشارك في الأمم المتحدة كل دولة عشان يكون لهم قرار في الأمم المتحدة لازم يكونوا بيساهموا بتمويل معين في الأمم المتحدة. فأكيد كل دولة إلها مطامحها السياسية، إلها أهدافها من وراء مشاركتها في الأمم المتحدة. فيوم ما نقول إنه وصل دعم لغزة أو ما وصل، الوكالة الأمم المتحدة منعت التمويل عن غزة، الأمم المتحدة أوصت رعاياها في غزة بالهروب من غزة قبل الحرب، كل الأشياء اللي بنسمعها هاي، تمام، اللي ما حدا بيرضى عنها، هاي بتيجي من برا، من برا غزة. ولكن إذا وصلنا لمرحلة إنه نحكي عن الناس اللي عم بيشتغلوا بالوكالة بالأونروا في داخل حدود قطاع غزة، إحنا بنحكي عن إشي مختلف تماما، بنحكي عن هيكلية مختلفة تماما. اللي جوا غزة هدول عبارة عن ناس محليين، مؤسسات محلية، موظفينها، المستفيدين منها، القائمين عليها، مدراءها، المسؤولين عن التوزيع، مسؤولين عن رسم الاستراتيجيات كلها في غزة وبرنامج الطوارئ، ناس من أهل البلد. هذا المشكلة تعرضت لها أنا من يومين لما حكيت في الفيديو تبعي عن موضوع الوكالة. يمكن ما كانش المناسب في الوقت أطلع فيه بالفيديو لأنه الناس كانوا كتير مشحونين على موضوع اللي صار كتير بالإعلام، صحيح، بس هذه الحقيقة لازم تتوضح، إنه إذا بنحكي على الوكالة كهيد كوارترز، كمؤسسة أم، كسياسات دولية وتدخلات من كافة الأطراف برا غزة، أنا معكم، أنا ضد الوكالة، ضد فكرة وجودها أصلاً، وأنا بشوف إيش بصير انتهاكات وبصير تدخلات سياسية في الموضوع، إشي يعني سيء جداً. ولكن إذا بدنا نحكي عن المؤسسة المحلية جوا غزة، فهم ناس غلابة أصلاً، إيش بوجود بيجيهم دعم بيتصرف. أنا بحكي معهم تقريباً كل يوم 4-5 مرات وبيشتكوا لي إنه إحنا طلبنا معدات طبية بعتولنا مع كورونا، طلبنا سولار لحتى الآن ما وصل، في عندنا نقص في كذا، في عندنا نقص في كذا، في نقص في كذا، 80%، 60%، أرقام وأشياء عجيبة قاعد بسمعها، يعني أشياء توحي بكارثة إنسانية على كل الأصعدة، ما في حدا بيسمعهم.